ما هي الصلاة؟ قال الحائط للوتد: لما تشقني؟ قال: سل من يدقني. لا تسألني أنا، أسأل الشيخ زهير. ما هي الصلاة؟ تعريف الصلاة إخواننا، الصلاة لغة الدعاء، لا تهتم لهذا التعريف، نريد تعريف الصلاة شرعا. نعم. فتح الله عليك، لابد أن يقول عبادة تتضمن، لأنه لو صنع الحركات دون أن ينوي صلاة باطلة. عبادة تتضمن أقوال وأفعال، إذن عبادة أقوال وأفعال مخصوصة في مواضع مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، تكبيرة الإحرام، مختتمة بالتسليم. الله يفتح عليك. ما حكم الصلاة؟ سبحان الله إخواننا، ماذا بكم إخواننا؟ حكم الصلاة: إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم يا أخي. الصلاة ركن من أركان الإسلام، واجبة على الرجال والنساء ومن وعلى الحر والعبد، صحيح، حتى على المميز تجب عليه الصلاة، ثابتة أو ثبتت، ثبت وجوب الصلوات الخمس بماذا؟ بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أي نعم. طيب،